توست ماستر تعني الشخص الذي يلقي كلمات تحفيزية إيجابية أمام الجمهور في الفعاليات والدورات. ومنظمة التوست ماسترز العالمية هي جهة غير ربحية لتعليم مهارات الخطابة والتواصل والقيادة، وتعزز الثقة بالنفس والعمل ضمن فريق واحد، والقدرة على إدارة الاجتماعات وتطوير القدرة القيادية والتطوع. ولآخر لحظة اصنع معروفا واغرس فكرة، لا تيأس فالخير بنا فطرة. الله استعمرنا والأرض غدا تشهد، فحصاد اليوم غراس الأمس وغرس اليوم غدا يحصد. لا لا لم نخلق عبدا حاشانا، بل لنعمرها دنيانا، لنمهد دربا كي يأتي جيلنا.